بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر، أرحب بكم أجمل ترحيب. أنا الدكتور منيزل القيام، سأكون مدرس لمادة اللغة العربية الجي سي إي. طلبتي، هذه المادة هي من المواد المهمة في موضوع المعادلة وموضوع اللغة العربية، هو أصلاً من الموضوعات المهمة ليس فقط لموضوع المعادلة وإنما للحياة العملية. في البداية طلابي، المادة مكونة من كتابين. الكتاب الأول المعنون بكتاب الأصيل وهو في المستوى المتقدم، والكتاب الثاني كتاب الرواد. المادة هي عبارة عن امتحانين، الامتحان الأول الـAS والامتحان الثاني الـA2. في الامتحان الأول يجب عليك أن تتقدم فيه، وهو مكون من 8 أسئلة متنوعة. الأسئلة متنوعة، عبارة عن فيه شيء من القواعد، نص وعليه أسئلة، إعادة ترتيب جمل، وفي السؤال الأخير يكون كتابة مقالة من 220 إلى 280 كلمة وعليه 30 علامة. سيكون هناك مراعاة لكتابتك عند الكتابة في المقالة التعبيرية، الخط، اللغة، شكل المقال، استخدام علامات الترقيم وغيرها. الامتحان الثاني سيكون عبارة عن 3 موضوعات مطروحة، موضوع الترجمة أو 3 أسئلة، سؤال في الترجمة وسؤال في التراجيديا أو الكوميديا أو الأدب، وسؤال يشابه السؤال الثامن في امتحان الـAS. في السؤال الثاني أو السؤال الثالث، أنت يجب عليك أن تجيب على إما سؤال التراجيديا أو سؤال الكوميديا أو سؤال الأدب، وكل واحد من هذه الأسئلة الثلاث يضم 5 موضوعات. فعلى سبيل المثال، في موضوع التراجيديا أنت لابد أن تتحدث عن فيلم الأيدي الناعمة، فيلم الثلاثة يشتغلونها، فيلم الكابتن أبو الرائد، فيلم أريد حلا، وغيرها من الأفلام. في الأدب لابد أن تتحدث وتدرس وتدارس وتناقش رواية دعاء الكروان، رواية ساق البامبو، رواية عرس الزين، رواية ذاكرة الجسد، وهذه الروايات والأفلام الموجودة معه. في الامتحان أيضا طلابي سنتطرق للحديث عن موضوع الزواج وعن أهميته، وما للزواج من أهمية. سنتطرق إلى موضوع الخطبة وما للخطبة من أهمية، وهي تمهيد للزواج. بعد ذلك سننتقل للحديث عن موضوعات اجتماعية كالسياحة، والسياحة بأنواعها، سياحة دينية، سياحة أثرية، تاريخية، سياحة ثقافية. بعد ذلك سننتقل إلى موضوع من موضوعات الثقافة الاجتماعية وهو موضوع الطلاق. وفي هذا الموضوع تحديدا طلابي سيكون لنا لقاء في عدة موضوعات، سواء في الـAS أو في الـA2، حيث أن بعض الأفلام تتحدث ويكون موضوع هذا الفيلم إما عن قضية الطلاق أو عن قضية الشقاق بين الزوج وزوجته. بعد ذلك طلابي سننتقل إلى موضوع في الخرافات، السحر، الشعوذة، وما لها وما عليها، وكيف يتصرف الإنسان بها، وكيف الإنسان يحمي نفسه وذاته من السحر والشعوذة. بعد ذلك طلابي سنتطرق لعدة موضوعات، منها الحوادث المرورية، السرعة، الأسباب المؤدية للحوادث، منها سننتقل إلى تربية الأطفال. بعد تربية الأطفال سنتحدث عن دور الأسرة وما هو الدور الذي تقوم به الأسرة تجاه تربية أبنائها. سنتحدث عن موضوع أطفال الشوارع ولماذا هناك أطفال في الشوارع وما هي سلبيات وإيجابيات الطلاق. يعني هناك عدة موضوعات لابد من الحوار فيها. في قسم الأدب لابد أن نتحدث عن رواية ساق البامبو، رواية دعاء الكروان وغيرها، وما هي الموضوعات المطروحة في ساق البامبو، ما هي الموضوعات المطروحة في الأيدي الناعمة، ما هي الموضوعات المطروحة في مثلا فيلم الثلاثة يشتغلونها.
طلابي في الامتحان أنت ستتقدم إلى امتحانين كما قلنا مختلفين. الامتحان الأول يعني يكون مدته ساعتين ونصف، الامتحان الثاني يكون مدته 3 ساعات. في الامتحان الثاني عطفا على الحديث، أنت لابد أن تكون قد تستطيع الكتابة في السؤال الثالث من 300 إلى 400 كلمة. في المقالة التعبيرية أنت لابد أن تكتب من 300 إلى 400 كلمة، وهذه الكتابة عادة تكون يعني ويجب عليها أن تكون موثقة من حيث عناصر المقال، المقدمة، العرض، الخاتمة، تقوم بتحليل الشخصيات المطروحة، تقوم بتحليل الزمان والمكان، تقوم بتحليل أفكار وموضوعات الأفلام أو الروايات الموجودة معك فيه. أيضاً يجب أن يكون هناك مراعاة لموضوع الخط، اللغة، عدد الكلمات، لأن هناك عدد من الكلمات أنت واجب عليك الوصول إليه. كما أننا في الفيديوهات القادمة سنوضح لك ما هي أسس بكل وحدة لوحدة، وبكل درس بدرس، وبكل أسبوع لأسبوع سيتم توضيح ودراسة أكثر. هذا الفيديو هو فيديو توضيحي للمادة بشكل عام عن الموضوعات التي ستدرسها وندرسها فيما بيننا. المادة سهلة ممتعة، وهي السهل الممتنع إذا صح التعبير. يجب عليك أن تكون قد أحط ومحاط بأساسيات اللغة من حيث القواعد، من حيث الكتابة، من حيث اللغة، من حيث الطلاقة في الحديث والتعبير عن الأفكار والآراء التي تجول بخاطرك في دراستك للمادة. هذا طلابي مجمل الحديث عن مادتنا، مادة اللغة العربية GCE بشقيها AS والA2. راجيا منكم أن تكونوا بأفضل حال، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته. شكرا ودمتم برعاية الله.